حافين يهبطوا على لي باج نتاعهم في الفيسبوك تحذيرات كبيره، ما تعوموش ما تعوموش ما تعوموش في جربه، لانه تقريبا سمعنا باربع حوادث في جرت بعضهم امس نتاع حالات غرق. شنو اللي صار امس في البحر في جربه وعلاش الناس رغم التحذيرات قاعده تدخل تعوم؟ بارك الله فيك على إتاحة الفرصة. في الحقيقة هو أمس البحر هايش كما أغلب شواطئ الجمهورية التونسية، ممكن فما عامل اللي هو انخفاض درجات الحرارة اللي شجع العباد باش يمشي بأكثر أعداد للبحر، وللأسف الشديد معناها رغم التنبيه رغم النشرات نتاع مصالح الحرس الجوي رغم اللي العلم كان أحمر وهو دلالة على منع السباحة بالشواطئ، لأن فما شكون اللي جازف واللي يتوغل في البحر، وكانت النتيجة للأسف الشديد في أربع حالات غرق في جزيرة والحقيقة كان تدخل الحماية المدنية معناها اللي نقلهم للمستشفى كان بسرعة المطلوبة، اللي هو حال الوصول على عين مكان يتم بداية عملية الإنعاش للغرقة هذوما، وتتواصل عملية الإنعاش في المستشفى لأنه للأسف الشديد معناها كميات الماء تكون كبيرة في جسم البشر اللي يصير عليه النتيجة الحتمية تكون الوفاة. إن شاء الله ربي يرحمهم، إن شاء الله ربي يصبر عائلاتهم. بينهم سائحة، فما سائحة أمس غرقت بالضبط، فما سائحة ورغم اللي معناها تم إنقاذها بسرعة المطلوبة لأنه فما سباح منقذ اللي كان موجود على المكان واللي هو اللي خرجها، للأسف الشديد هي توفت في المستشفى بعد نقلها للمستشفى. والمات الماجور بيدو معناها حالته صحية دهور بعتالي نظرا اللي هو بيدو معناها باش يخرجها إجابة في أمواج متاع بحر هايج كورينتي كورينتي هكا ما باللغة متاع البحر، بحر قوي برشا معناها الموجة عالية والبحر في هيجان كبير برشا. أنا تحولت حتى المختلف الشواطئ وقمت معاينتها رغم الحالة اللي كان فيها البحر، إلا أنه ناس تمتنع على مغادرة الشاطئ وعلى الخروج في الوضعية هذيك معناها رغم التحذيرات فما تعنت كبير. أي واحنا راهو بالنسبة لنا كحماية مدنية اللي موجودين على مختلف النقاط المحروسة بالشواطئ ومعنا سباحين منقذين، معنا أعوان الأمن، معنا الحرس البحري، معنا الحرس الوطني عفوا، معنا حتى الأخيان اللي هم موجودين في النزول معنا هكا السباحين المنقذين وأعوان السلامة اللي هم راهم يعاضوا مسؤوليات الحماية المدنية، لكن للأسف البحر هاي تحول دون معناها ما نجموش نغطوا النقاط الكل لانه فما نقاط غير محروسه. انا ومكتوب عليها شواطئ غير محروسه، ديجا يعرفوا العباد يعرفوا العباد ولاد البلاد ويعرفوا كل شيء، وحتى اللي يجوا راهو اجانب ياخذوا المعلومه ويعرفوا انهم شواطئ محروسه بحكم وجود الحمايه المدنيه والسباحين المقيمين. مي فما ناس معناها لي سبب او لاخر يختار انه يمشي بقعه معزوله، يمشي بقعه ماهيش محروسه، وخاصة أمس راهو كي محروسة كي ماهيش محروسة راهو البحر في حالة هيجان وتمنع فيها السباحة، وراهو تم رفع العلم الأحمر منذ ساعات العمل الأولى معناها من اللي يوصل من 8:30 يلقى العلم أحمر. يتم رفع العلم الأحمر اللي هو معناها كان تحب إشارة حتى العلامات هذيا ألوانها وشنو دلالاتها، راهو العلم الأحمر سباحة ممنوعة. يقولوا سباحة ممنوعة راهي مش تفلك، راهي سباحة ممنوعة سي ممنوعة. لا ما تجازفش ما تقول شيء برا خلينا نجرب نعرف نعوم ولا خلينا نجرب ولا الحكايه هذيك راهو كيفاش اللي فما مثلك المصري الميت تكذب الغطاس ولا حاجه كيما هكا معناها راهو ما فماش كي اللي يعوم كي ما يعرفش يعوم. احنا ديجا فما كام تاع واحد من اللي توفى الله يرحمهم ان شاء الله دخل باش يمنع شخص اخر منع الشخص اللي كان باش يغرق وغرق هو اللي كان باش يمنعه، معناها السباحة يتقن السباحة وتبارك الله سباح ومعروف حتى في الجهة والموجة كانت منه وقت اللي جاء باش يرجع للشط هذا معناها قدر ربي وتوفى. وإذا كان سباح منقذ معناتها ومتكون ومتدرب وصار فيه هذاك الكل لا قلت لك معناتها قلت لك معناها من القوة نتاع الكورينتي اللي موجود في البحر، إذا كان سباح منقذ وصار فيه اللي صار معناتها خلي مواطن عادي فوالا خلي مواطن عادي شوف. تم نقله للمستشفى لأنه تعكرت حالته الصحية وطالما شرب حتى الماء معناها راهو الموجة كبيرة برشا وخطيرة برشا. حكينا على الاحمر فما الاخضر في البحر هكا شو ما الالوان؟ العلم الاحمر هو السباحه ممنوعه، العلم البرتقالي هو سباحه ممكنه مع ملازمه الحذر، اي وعندنا العلم الاخضر هو سباحه ممكنه كي يبدا الشط قابل هذا معناتها الشط هذا معناها حتى في البرتقالي نردوا بالنا راهو معناها مش معناها برتقالي ردوا بالنا احنا ردوا بالنا في الحالات الكل لا ربي والانتباه راه مطلوب في جميع الحالات. مي
وضعية البحر احنا راهو كحماية مدنية، حتى باش العلم البرتقالي سباحة ممكن مع ملازمة الحذر، احنا بيدنا راهو نكون وقتها مجندين اكثر وتكون الناس متواجدة على الشط اكثر. نختاروا حتى الاوقات نتاع العلامات هذه، راه فيها اوقات معينة اللي نحطوا فيها العلامات هذه. سيد العميد، حوادث الغرق صارت كان في جزيرة جربة امس في ولاية مدنين، ولا فما بلايص اخرين وقتها صارت فيهم حوادث غرق؟ لا، هذوما راهم الحالات اللي نحكوا عليهم، راهم نحكوا على الحالات اللي معناها تم تداولهم بحكم الوفاة، فهمتني؟ اللي راهو الحالات نتاع الغرق احنا في يوميا، وكان نعطيك حتى الاحصائيات احنا نتاع التدخلات الحماية المدنية. اي معناها في مدنين نمشوا في المعدل نتاع 30 40 الى 50 تدخل يوميا، يومي حالات غرق يوميا، حالات نتاع ميراه اللي تم انتشاله ويتم اخراجه معناها بالسرعه المطلوبه، ولا ما تتعكرش حالته، واللي يكون حاله البحر تمكن حتى من التدخل نتاع الحمايه المدنيه. اما راهو عون الحمايه المدنيه كما كنت تحكي انت سيادتك تو على السباح المنقذ، ما هو الا بشر معناها اللي باش يرمي روحه في الماء في الوضعيه هذيك، راه هو بيده باش يعرض روحه للخطر. وحتى عمليه الانقاذ راه ماهيش كيما عمليه الانقاذ العاديه في الوضعيه العاديه، كيما الانقاذ اللي تصير في البحر هايش. معناها هذه دعوه للمواطنين راهو يراعوا حاله البحر ويراعوا اكل الناس اللي ساهر على سلامتهم، ما نعرضوهمش وما بيدهم للخطر. معناها لا يكفي هو يعرض روحه للخطر ويعرض حتى الناس اللي تسهر على سلامته للخطر. دونك احنا هذا الكل انقصوه بطريقه سلسة وبحاجة واحدة، هي نقرأ حساب غيري قبل ما نقرأ حساب روحي. ربي يحفظ الجميع إن شاء الله، ربي يحفظ الجميع. ولا أي صحيح، أنا باش نعرض الناس اللي اختر ما فهمش علاش، وأنا حتى لو باش ندخل واحد للبحر في الحالة تاع يزان هو بيدو نجم يأثر على غيره ويولي يجازف كيفه. وإحنا كي نقصوها الحكاية هذه من الأول، حتى حد ما يجازف ويدخل البحر وفي العالم احمر نتاع منع السباحه، وعلى الناس الكل كل يعرف يعوم كل ما يعرفش يعوم، راهو البحر ما يشاورش وما يختارش. نعم. البحر وقت اللي يبدا هايج راهو الناس كلها كيف كيف، واللي باش يجازف ويدخل راهو يعرض روحه للخطر، والله لا يقدر له هذاك ويعرض زاد كيف كيف غيره الناس الاخرين اللي باش ينقذوه. وديجا عندنا حاله نتاع انقاذ امس خرج واحد من المواطنين نقذوه ومات هو المواطن وغرق هو للاسف، ان شاء الله ربي يرحمه وربي يغفر للجميع، وان شاء الله الحالات هذه ما عادش تتكرر. وراهي بحاجه واحده، هو بالالتزام بالتوصيات والتعليمات نتاع الحمايه المدنيه الموجود على عين مكان. عاون الحمايه المدنيه وسباحين المنقذين راهم موجودين في الحراره المرتفعه وفي الشمس وفي السخانه وفي الظروف اللي نعرفوها لمجرد انه يحميك. يبلغ لك التوصيه الوقائيه اللي لازمك تطبقها معناها ديريكت تمام من غير ما تخمم. اذا علم احمر اعرف راهو منع السباحه لمصلحتك، ما فماش علاش نعمل في علم احمر وانت تتلفت تشوف علم احمر وتعمل بلونجون في البحر وتدخل تعوم، ما فماش علاش. نلتزموا الناس الكل، راهي الحكايه هذه حكايه نتاع وعي وحكايه نتاع قناعه، اللي راهو الموجودين غادي راهو موجودين لسلامتك، ويلزمك انت زاد تكون حريص على سلامتك. واحنا نكون معناها كيما شعار العطلة الآمنة السنة هي سلامتكم أمانة الجميع. معناها رانا كلنا معنيين باش نوفروا شروط السلامة للناس الكل. والموسم الصيف راهو موسم تاع فرحة ومتاع فرهيد، ما نغصوهاش بهالوضعيات المؤلمة هذه والمحزنة. إن شاء الله مرة أخرى ربي يرحمهم وإن شاء الله ربي يصبر عائلاتهم الناس الكل. إن شاء الله. شكرا لك، فضلك السيد العميد عاطف حويجة المدير الجامع للحماية المدنية بمدنين، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها. نمشي تو دو سويت إلى ولاية نابل، ووين موجود زميلنا محمد.